فإلى أول أسئلة هذه الحلقة. هذا سؤال بعث به أحد المستمعين، لم يذكر اسمه ولم يرمز له، ضمن عدد من الأسئلة. يقول في أولها: قمت بفريضة الحج قبل 4 أعوام ومعي زوجتي وأبناؤنا، ووكلتني زوجتي لأرمي الجمرات، وفي اليوم الثاني رميت الجمرات الساعة 10:30 صباحا تقريبا، أنا وموكلتي، هل علينا شيء أم فعلي صحيح؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن رمي الجمرات في أيام التشريق 11 و12 و13 لمن تأخر لا يكون إلا بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الرمي في هذه الأيام إلى أن زالت الشمس، وكذلك أصحابه من بعده كانوا يتحينون زوال الشمس ثم يرمون. ولو كان الرمي جائزا في هذه الأيام قبل الزوال لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، كما بين ما يجوز لهم من الرخص في الحج. فلا يجزي الرمي قبل الزوال في اليوم 11 و12 و13 لمن تأخر، ومن رمى قبل الزوال في هذه الأيام فإن رميه غير صحيح، لأنه وقع في غير وقته، كما لو صلى في غير الوقت، لأن العبادات المؤقتة بأوقات لا تصح إلا في هذه الأوقات. وعلى هذا فرميكم غير صحيح، وعليكم أن تفدوا، كل واحد عليه فدية عن رمي الجمرات، لأن رمي الجمرات واجب من واجبات الحج، من ترك واجبا من واجبات الحج فإنه يجبره بفدية، ومن لم يستطع أن يذبح الفدية إنه يصوم 10 أيام. نعم.